شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيدة النائبة ولفريقكم المحترم. كما لا يخفى عليكم هذا المجلس ديال الجالية ليس قطاعا حكوميا، وبالتالي فالحكومة لا تحمل أي مسؤولية في تدبير شؤونه أو متابعتها أو تقييمها. الولاية الرقابي على هذا المجلس دستوريا هي البرلمان، وبالتالي سواء عن طريق تفعيل الدستور فيما يتعلق بالتقارير السنوية اللي كتخضع للمناقشة واللي خصها تجي بطبيعة الحال، أو عن طريق المناقشة الميزانية وانتم اللي كتشرعوا وكتقرروا الاعتماد اللي كتخص ليه ماليا. إذا يعني الكلمة لكم كنواب ديال الشعب وليس للحكومة في هذا الموضوع. شكرا.